جهاز الترافل مشروم يستطيع أن يدمج عدد من خطوط الاتصال بالإنترنت تصل إلى 16 مختلف السرعات، مختلف الأنواع ومختلف مزودي الخدمة ليقدم نطاق سرعة مدمج يصل إلى 10 جيجا بايت في الثانية. يوجد بأجهزة الترافل مداخل GE و GE1 تصل إلى 16 أو 10 مداخل GE LAN حسب اختيارك لموديل الجهاز، بالإضافة لمدخلي USB دونجل لإنترنت الخلوي 3G 4G و LTE، وذلك كوسيلة عمل احتياطية. الجهاز مدعم لجميع مزودي خدمة برودباند في الخليج العربي مثل أوريدو، فودافون، أورنج، STC، دو، اتصالات، موبايلي وزين. يستطيع الجهاز أن يدمج الاتصال من مختلف اتصالات الإنترنت سواء كانت من الخط الثابت، الخط المستأجر، MPLS، WiMAX، Fiber، 3G، 4G و LTE. يمكن تهيئة الجهاز بوضعية التوفر العالي مع تهيئة احتياطية فعالة باستعمال تكنولوجيا VRRP. من خصائص الجهاز أيضاً القدرة على ترتيب الأولويات المتعلقة بضغط الاتصال، كما أنه يقدم جودة خدمة متقدمة. يتوفر لغايات الرقابة والتتبع Syslog ونت فلو، بالإضافة لجدار حماية فعال يحد من أزمات ضغط الاتصال القادمة من الخارج، كما أنه مدعم لتهيئة داين DNS لكل مدخل من مداخل الجهاز. بخلاف أجهزة موازنة التحميل الأخرى، جهاز الترافل يؤدي موازنة للتحميل بطريقة فائقة الذكاء، بما يعني أنه لكل جلسة أنشأها المستخدم لتصفح الإنترنت يجعل أكثر الاتصالات استعداداً هي الفعالة، يستطيع المستخدم الانتفاع من جميع الاتصالات في كل جلسة أنشئت. جهاز ترافل هو الوحيد القادر على دمج الإنترنت من أنواع مختلفة كاتصال واحد مستقل. سيقوم الجهاز باستعمال مختلف قنوات الاتصال موفراً للمستخدم نطاق اتصال مدمج من جميع الاتصالات المتوفرة للتحميل. عن طريق دمج اتصالات متعددة من مختلف مزودي الخدمة في الوقت ذاته، يستطيع الجهاز بتوفير سرعة تصل إلى 10 جيجا بايت من نطاق الاتصال المدمج كأنه اتصال واحد. أوتوماتيكية الإصلاح عند الفشل تحصل دون أن يشعر بها المستخدم. الاتصال في تأكد مستمر من اتصال القنوات المختلفة بالإنترنت، لذلك لن ينقطع الاتصال عن المستخدم. الفرق الوحيد الذي يشعر به المستخدم في حالة فشل جميع الاتصالات هو سرعة أقل نسبياً بدلاً من انقطاع الاتصال بالكامل. يمكن تهيئة أجهزة المشروم بوضع بير بإنشاء اتصال VPN بين المواقع باستعمال بنية الهب اند سبوك، بالانتفاع بالتساوي من جميع خطوط الوان المتاحة للاتصال بمواقع الإنترنت، وذلك لدمج البيانات من جميع التطبيقات لأي بروتوكولات.